Hello, dear students. I am Miss Suzanne, your science teacher on YouTube channel Madrasetna fi Albayt, School at Home. Hello, my dear students in grade 4. Today we will learn a new lesson from concept 1.4. The title of concept 1.4 is Communication and Information Transfer. برحب بكم حبايبي طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي. النهاردة إن شاء الله هناخد درس جديد من concept 1.4 وعنوان concept 1.4 Communication and Information Transfer بمعنى التواصل ونقل المعلومات. First of all, let's have a look to these three pictures. The first picture shows a girl using a laptop and a cell phone. Picture number two shows a firefly beetle. And picture number three shows a humpback whale. نلقي الأول نظرة على هذه الصور الثلاثة. الصورة الأولى بتوضح أو بتبين فتاة بتستخدم إيه؟ بتستخدم لابتوب وإيه؟ والسيلفون اللي هو الموبايل. الصورة الثانية لفايرفلاي بيتل الخنفسة المضيئة. وحنشوف دلوقتي الخنفسة المضيئة إزاي جسمها بيطلع نور. والصورة الثالثة لحاجة اسمها humpback whale وهو ايه الحوت الأحدب. في درس النهاردة هنشوف ازاي بيستطيع الإنسان والحيوان أن يستقبل ويرسل معلومات. How can humans and animals receive and send information? You have learned from the previous concepts how humans and animals adapt by using their senses to gather information about the environment around them. احنا في الدروس اللي قبل كده اتعلمنا ازاي البشر والحيوانات بيقدروا يستخدموا حواسهم اللي هو زي الهيرينج والسايت اوكي لجمع معلومات عن البيئة المحيطة بهم. اوكي؟ طب دلوقتي هنتعلم ازاي البشر والحيوانات بيستخدموا حاجة تانية، بيستخدموا الضوء والصوت لإرسال واستقبال المعلومات. اوكي؟ So now we will learn how do humans and animals use light الضوء and sound الصوت to send and receive information. Send يعني يرسل، receive يستقبل. حاجة بسيطة جدا، احنا دلوقتي لما بنحب نقول او نبلغ حاجة لصديقنا او لماما او لبابا بنعمل ايه؟ بنروح نكلمه او نبعت له رسالة على الموبايل او نكلمه على الموبايل، مش كده؟ طب افرض حد واقف بعيد وانت عايز تقول له تعالى بسرعة، بتعمل له ايه؟ بتشاور له بايدك وبتشاور له بايدك بسرعة، اوكي؟ بتحرك ايدك دي بسرعة يعني ايه؟ يعني تعالى بسرعة، اوكي؟ دي كلها طرق للتواصل. فبنرسل ونستقبل انفورميشن عن طريق الحاجات دي كلها. يبقى أول حاجة الإنسان. الإنسان بيعمل إيه؟ بيستطيع إنه يتواصل باستقبال وإرسال معلومات من خلال إيه؟ التكلم، أنا بكلمه، أو الكتابة، بكتب له رسالة، أو كان زمان بنكتب خطابات، letter، خطاب يروح ويجي الرد بتاعه، أوكي؟ لكن دلوقتي إحنا في عصر السرعة، الخطاب بدل ما بنكتبه بنبعت رسالة وندوس على زرار، الرسالة توصل في نفس الوقت على طول، يقراها ويبعت لي ايه الرد. يبقى كتابة وقراءة، لان افرض انا بعت لك رسالة وانت ما بتعرفش تقرا، هل انت هتفهم انا بقول لك ايه في الرسالة؟
اكيد لا. So you have to know speaking, writing and reading. شفتوا الكتابة والقراءة مهمة في ايه؟ مهمين جدا. ممكن تكون قدامي رسالة مهمة خطيرة بتنبهني من حاجة معينة وانا مش عارف اقرا، يبقى لازم يا اولاد ايه، اول حاجة نعرف نقرا ونكتب كويس بخط واضح. اوكي تمام. الحاجة التانية عندنا مثلا الخنافس المضيئة اللي احنا هناخدها النهاردة، اسمها ايه؟ fire flies beetles. بصوا كلمة fire flies جاية من fire نار، وflies اللي هو زي الذباب او الحشرات اللي هي بتطير. اوكي. وكلمة beetles يعني خنافس. fire flies beetles، هي كلمة fire عشان هي مضيئة بتطلع ايه، بتطلع ضوء، هنشوفها دلوقتي. طب الفاير فلايز بيتلز دول ازاي بيتكلموا مع بعض؟ بيطلعوا ضوء زي ضوء الكشاف كده، زي الفلاش لايت. اوكي. ييجوا مثلا ايه، يطفوا وينوروا، يطفوا وينوروا، يطفوا وينوروا، ده مثلا معناه ان هم بيحذروا الفاير فلايز التانيين، بيقول لهم خدوا بالكم في بريديتورز جايه، ايه جايه عايزه تلتهمكم او تاكلكم. اوكي. او بيستخدموه في وقت تاني لما بيكونوا عايزين يتزوجوا، يعني يتجوزوا. اوكي. فعلشان يجذبوا شريك الحياة بيقول له تعالى نتجوز مثلا، او تعالي نتجوز ونعمل ايه، عيلة، صح؟ بالطريقة دي بينور ويطفي، بينور ويطفي بطريقة معينة. اوكي. غير طريقة الانذار، فاللي قدامه يفهم الرسالة بتاعته معناها ايه، هل هو انذار ولا هو عايز يقول لها تعالي نتجوز. اوكي. يبقى كل شكل اضاءة بيغير طريقة الاضاءة بتاعته، سرعة الاضاءة، بيفتح ويطفي بسرعة ولا بيفتح النور شوية وبعد كده بيشويش بيطفي. كل حاجة من دي ليها معنى. زي قال انا لما بتكلم، لما الواحد يتكلم وهو غضبان، هل نبرة صوته بتبقى بالظبط زي ما هو فرحان؟ اكيد لا، صح؟ يعني في نبره حاده وفي نبره عاديه. ممكن ماما مثلا تقول لنا تعالي بسرعه وهي غضبانه، وممكن تكون جايبه لنا هديه او مفاجاه فتقول لي ايه تعالي بسرعه عندي حاجه حلوه، يبقى هنا نبره صوتي مختلفه. اوكي. نفس الطريقه هما بيستخدموا الضوء باشكال مختلفه علشان يوصلوا رسائل معينه. اوكي. يبقى الفاير فلايز بيتلز produce يعني بينتجوا، بيطلعوا flash lights to warn of predators or to attract a mate. يبقى هما يا اما بيعملوا warn، بيحذروا من ان في predators عايزه تاكلهم، or to attract او تجذب a mate. mate اللي هو شريك الحياه، الميت اللي هو ايه، الزوج والزوجه دول الميت. اوكي. طب نيجي للصوره الثالثه، كان جايب لي ايه اللي هو الحوت الاحدب، الهامب باك ويلز. طب الهامب باك ويلز ده بيتكلم ازاي، او طبعا ما بيتكلمش، ازاي بيبعت رسائل او ازاي بيتواصل؟ communicate with each other by using the songs. ده بقى بيغني، فلا يغني اغنيه كده مفرحه يبقى عايز يوصل رسالة كويسة حلوة مفرحة. لو بيغني أغنية حزينة أو بيعمل صوت كده في حزن كده، ده عايز يقول انذار إن في إيه، في خطر جاي. يبقى هو use the songs they produce as tones. tones okay to make music. يعني إيه tones؟ يعني نبرة الصوت. هل نبرة الصوت كده فيها غضب ولا نبرة الصوت هادية كده ومفرحة؟ اوكي. يبقى كل واحد بيستخدم حاجه. تمام. From the previous explanation we can conclude، الكونكلوجن اللي هنوصل له بعد الشرح ده، ان الانيمالز والهيومنز send and receive information، بس ايه، with different communication systems. احنا كلنا سواء humans او animals send and receive information، بس كل واحد تبع ايه، تبع نظامه، مش كده؟ احنا بنعرف نتكلم، هما ما بيعرفوش يتكلموا، بس كل واحد بيعرف يتصرف
ويوصل ويستقبل الرساله. يبقى by different communication systems. اوكي. Activity number 2, firefly light show. دلوقتي بقى هناخد فكره عن الفايرفلاي بيتلز وايه عباره عن الفايرفلاي لايت شو. يعني بيعمل استعراض ضوئي اوكي علشان يوصل برسائل معينه. طب first of all look at this picture then put right or wrong. Number one, fireflies beetles are considered as a type of fish. هل دي صحيحة ولا خاطئة المعلومة دي؟ أكيد المعلومة دي إيه؟ خاطئة، لأن الفايرفلايز بيتلز مش ممكن تكون نوع من الأسماك، مظبوط؟ يبقى this is wrong. طب number two, fireflies can produce light. أنتوا شايفين إيه قدامكم؟ هل هو يستطيع إنه يطلع نور؟ أيوة أهو شايفينه منور إزاي، عامل زي اللمبة؟ أوكي؟ يبقى هنحط هنا علامة إيه؟ صح. دلوقتي تعالوا بينا نشوف ايه حكاية الخنافس المضيئة The Firefly Beetles وازاي بتقدر تطلع ضوء وبتستخدم هذا الضوء في التواصل. طيب اولا الخنافس المضيئة دي نوع من الحشرات، ليست طبعا نوع من الاسماك زي ما هو كان قايل في الجملة الاولى اللي حطينا عليها رونج. يبقى Fireflies Beetles are type of insects that can produce a chemical reaction inside their bodies that allows them to light up and communicate with other fireflies. يبقى حد هيقول لي يا ميس ازاي الحشرة دي بتنور؟ بتنور عن طريق انها بتعمل chemical reaction جوه جسمها، بتعمل تفاعل كيميائي جوه جسمها والتفاعل ده هو اللي بيخليها تنور. اوكي. طب انا هقول لكم على حاجه، انتوا عارفين البطاريه التورش دي الصغيره اللي بنحطها في اي جهاز عشان تشتغل، البطاريه دي جواها chemicals، جواها ايه؟ مواد كيميائيه. المواد الكيميائيه دي لما بيحصل فيها رياكشن بتقوم مطلعه electricity، بتقوم مطلعه كهرباء. دي برضو بنفس الطريقه، يبقى هي بتعمل produce اوكي a chemical reaction inside their bodies. هذا الكيميكال رياكشن allows them، بتسمح لهم to light up. light up يعني ينوروا and communicate with other fireflies. يبقوا عرفتوا الضوء ده بيطلع من ايه؟ اوعوا تنسوا a chemical reaction inside their bodies. chemical reaction ده بيحصل فين؟ جوه جسمهم. بيسمح ايه؟ بيسمح ان هم ينوروا light up وبكده communicate with other fireflies. هيتكلموا مع بعض عن طريق الضوء، يعني ينور ويطفي، ينور مرة ويطفي وبعدين ينور تاني اتنين بسرعة ويطفي. كل دي ليها ايه؟ دلائل ورموز. اوكي. يبقى كل ضوء بيستخدمه بطريقة معينة بيوصل رسالة معينة. وبعدين البيريودز اللي ما بين الضوء والضوء، يعني هل لما بيطفي بيقعد دقيقة وبعدين بينور تاني، ولا يدوبك ثانيتين وينور، يعني يطفي وينور يطفي وينور، ولا ينور وبعدين يطفي يستنى ينور تاني. اوكي. يبقى البيريودز ما بين انه بيطفي وينور هي دي اللي ايه بتختلف باختلاف ايه الرساله. اوكي. طيب نشوف تاني بقى how do fireflies use their senses to communicate. طب ازاي بقى بيستخدموا حواسهم؟ نمبر 1 بيستخدموا ايه؟ اجنحتهم. بيستخدموا ايه؟ الجناحات بتاعتها. Fireflies use their wings to form different flash patterns. اوكي. يعني وهي بتنور بتحرك كمان ايه؟ بتحرك الاجنحة بتاعتها بشكل معين فتوصل رسالة معينة. اوكي. يبقى Fireflies use their wings to form different flash patterns.
باترنز يعني اشكال، زي لما مثلا البنات بتوع الباليه بيطلعوا يرقصوا بيقدموا استعراض باليه، صح؟ بيحركوا ايديهم بطريقه معينه وبيبقى في اضاءه على المسرح، فالامور كلها بتختلف بتبان باشكال مختلفه، مظبوط؟ او مثلا ممكن يكونوا ماسكين مناديل ملونه في ايديهم وهما بيحركوا، فالالوان مع الاضاءه بتدي منظر تاني، مظبوط؟ يبقى بيستخدموا ايه قلنا؟ اول حاجه their wings to form different flash patterns. patterns يعني اسلوب او نمط شكل، اوكي؟ طب بيستخدموه في ايه؟ احنا قلنا بيستخدموه للانذار ولجذب الشريك للتزاوج، نقول in English to warn off other fireflies from predators، علشان ينذروا او يحذروا الفاير فلايز التانيين من ايه؟ من ان في بريديتورز جايه تاكلهم، صح؟ طب بيستخدموه لايه تاني؟ to attract a male to reproduce، علشان يتقصوا، بيجذب شريك عشان يتجوزوا ويجيبوا ايه؟ ويجيبوا فاير فلايز صغيره، تمام؟ يبقى الرقصه دي تختلف عن الرقصه دي، هما بيحركوا اجنحتهم بطريقه معينه مع الاضاءه اللي هما بيطلعوها، لما يبقى في انذار بيعملوه بشكل معين، ولما عايزين يعملوا attract a mate to reproduce بيعملوه بشكل تاني. يعني كل رقصه او كل حركه بيعملوها ده اسمه شو، عرض يعني، اوكي؟ بيدي رساله معينه. طب ده بالنسبه لايه؟ للفاير فلايز، ان هما بيستخدموا الوينجز. طب ايه تاني؟ they flash at regular periods of time but if there is another group of fireflies flashing nearby they will change their own flash pattern to match the flash pattern of the other group to communicate. تعالوا نشوف الكلام ده يعني ايه بالعربي. بصوا بيعملوا ايه؟ بيدوروا وبيطفوا في اوقات منتظمه، يعني مثلا ينور ويطفي كل دقيقة، أو ينور ويطفي كل دقيقتين، كل واحدة من دي لها رسالة. طب بيقول لك لو في مجموعة تانية من الفاير فلايرز اللي هم الخنافس المضيئة دي في مكان قريب منهم، بيعملوا إيه؟ بيضطروا بقى يغيروا الشكل الومضات أو اللي هو إطفاء وتوليع، أوكي؟ علشان يبقوا ماشيين بنفس نمط المجموعة التانية، بيبقوا كلهم كأنهم فرقة واحدة. يعني مثلا دول بيعزفوا موسيقى معينة، مثلا احنا هنقول كأنهم بيعزفوا موسيقى معينة، وبعدين يعدوا على ناس تانية بيعزفوا موسيقى تانية، يقوموا عاملين ايه؟ يقوموا مصلحين الموسيقى بتاعتهم عشان تمشي مع نفس الموسيقى، يبقوا كلهم كأنهم بيعملوا ايه؟ موسيقى أغنية واحدة، اوكي؟ نقولها تاني in English they flash at regular periods of time. regular يعني ايه؟ منتظم. periods of time اللي هو ايه؟ اوقات، يعني الزمن، اوكي؟ في مثلا هما بيعملوا بطريقة معينة زي ما قلنا، but ولكن if there is another group of fireflies، لكن لو في مجموعة تانية من الفايرفلايز flashing nearby، عمالين يولعوا ويطفوا نورهم جنبهم في مكان قريب منهم، they will change، بيغيروا their own flash pattern، هيغيروا نظام الاطفاء والتوليع بتاعهم to match the flash pattern of the other group، علشان يتناسب ويبقى ماشي مع نفس بنفس طريقة النمط بتاعت المجموعة التانية. وكده بيقولوا لهم يعني احنا بنتواصل معاكم، احنا معاكم، ويبداوا من هنا ايه؟ يتواصلوا، اوكي؟ شفتوا ازاي انهم من غير ما يعرفوا يتكلموا ربنا مديهم طرق مختلفه للتواصل، عشان كل الناس لازم تتواصل مع بعض، مش كده؟ مش ممكن يكون في انسان عايش لوحده كده لا بيتكلم حد ولا بيتواصل معاه. ونفس الحكايه بالنسبه للحيوان، مفيش حيوان هيبقى قاعد كده من غير ما يتكلم مع حيوان تاني، اوكي؟ ده بالنسبة ايه؟ في الغابة. احنا مش بنقول الحيوانات اللي هي احنا بنربيها في البيت زي الكلاب او القطط، دول بيتواصلوا معانا احنا، مظبوط؟ طيب هنشوف دلوقتي the interaction between humans
and nature. طب ازاي الناس بتقدر تتواصل بقى مع الطبيعة؟ تخيلوا ان احنا ممكن نتواصل مع الفايرفلايز دول ازاي؟ تعالوا نشوف. مجموعة من العلماء اخدوا فلاشينج ليد لايتس، اوكي، اخدوا زي كشافات كده فيها ضوء اللي هو الليد، اللي هو زي اللومد الليد اللي هي طالعه دلوقتي، وحاولت تقلد الفاير فلايز في انها تطفي وتنور تطفي وتنور كده بنفس الطريقه في الغابه. انتوا عارفين ايه اللي حصل؟ اول ما عملوا كده لقوا في مجموعه من الخنافس المضيئه دي قامت رد عليهم. ازاي بقى بترد عليهم؟ بايه؟ بان هي كمان تطفي وتنور تطفي وتنور بنفس الاسلوب. يعني لو الناس اللي راحوا عملوا التجربه دي كانوا بيطفوا وينوروا بسرعه، هم كمان طفوا ونوروا بسرعه. لو هيعملوا ببطء، هم كمان بيعملوا ببطء. يبقى بكده حصل حتى تواصل بين الانسان وبين الحيوان اللي هو هنا مثلا زي الفاير فلايز بيتلز. اوكي، تعالوا بقى ايه نقرا الكلام ده بالانجليزي. The interaction. What is the meaning of interaction؟ تفاعل. يعني ازاي نتكلم مع بعض؟ طب ده interaction between مين؟ between humans and nature. nature الطبيعة. الطبيعة طبعا بما فيها بقى النباتات والحيوانات. فاحنا هنا التجربة اللي هنعملها هنشوف الانتراكشن between humans and fireflies beetles. تعالوا بينا نشوف. A group of artists، مجموعة من الفنانين، use flashing LED lights to imitate. What is the meaning of imitate؟ ما معنى imitate؟ يقلد. علشان يقلدوا الطبيعة بتاعت مين؟ بتاعت الفايرفلايز باترنز. قال لك ابصوا الفايرفلايز مثلا ساعات بيعملوا ايه؟ بيطفوا ويولعوا، بيطفوا ويولعوا بسرعه، بيطفوا ويولعوا. تعالوا احنا بقى ايه نقلد، ناخد فلاش لايتس كده في ايدينا او نفتح الفلاش لايتس بتاعت الايه؟ بتاعت الموبايل، ونطفي وننور ونطفي وننور. تعالوا بينا نشوف هم هيعملوا ايه. عملوا كده خلاص. in the forest حصل ايه؟ A large group of fireflies responded. لقوا مجموعة كبيرة جدا من الفايرفلايز على طول حسوا ان في ايه حاجة بتطفي وتوقف. هم كمان بدأوا ايه؟ By flashing back the same flash patterns at the same time. فضلوا يولعوا ويطفوا يولعوا ويطفوا بنفس الطريقة. يعني لو كانت بسرعة هم كمان ردوا تك 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 تك، ولعوا طفوا ولعوا طفوا بسرعة. لو ببطء تك 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 تك، هم كمان ردوا عليهم بنفس الطريقه دي بنفس السرعه بتاعتهم. شفتوا ازاي ان هم قدروا يعملوا interaction between humans and nature. nature الطبيعه زي ما قلنا بما فيها ايه الكائنات كلها. تعالوا نشوف الايه النوت بتقول ايه. بتقول ان humans use lights to communicate with each other to transfer information such as using traffic lights. الملحوظة بتقول ان البني ادمين، انتوا عارفين ان احنا كبني ادمين بنتواصل مع بعض احيانا بالضوء. هتقولوا ازاي؟ هو احنا بننور ونطفي؟ لا، مش احنا عندنا اشارة المرور traffic lights. اشارة المرور بنفهم منها ايه؟ اما اشارة المرور بيبقى ايه؟ الضوء بتاعه احمر، ده معناه ايه؟ قف، ستوب. الله، احنا كده فهمنا بالضوء. احنا ما حدش اتكلم قال لنا اوقفوا. شفنا الضوء الاحمر عرفنا ان احنا لازم ايه؟ وي ماست ستوب، نقف. طب لو الضوء بقى اخضر يبقى نعمل ايه؟ نمشي. صح؟ يبقى ايه؟ الاحمر قف والاخضر امشي. اوكي، يبقى حتى الانسان ساعات احنا مع بعض بنعمل communicate with each other by a by using light زي الايه؟ زي الترافيك لايتس. هنشوف check your understanding complete. fireflies produce a نقط نقط inside their bodies.
that allows them to نقط نقط and نقط نقط with each other. طب الفاير فلايز بتنتج ايه جوه جسمها؟ A chemical reaction. صح يا ولاد؟ تفاعل كيميائي. هنكتب هنا A chemical reaction inside their bodies. طب ال chemical reaction دي بتسمح لهم بايه؟ Allows them to ايه؟ To light up, ان هم ينوروا. And communicate with each other. يعني لو قلنا بالترتيب بيحصل اول حاجة chemical reaction وبعدين light up ينوروا وبعدين communicate يتواصلوا مع بعض او يتكلموا مع بعض. نقول تاني chemical reaction then light up ينوروا then communicate with each other بيتكلموا ايه مع بعض. Activity number 4. What do you already know about communication and information transfer? يا ترى ايه اللي احنا عارفينه عن التواصل وعن نقل المعلومات؟ انتوا عارفين ان في بعض التشابه وبعض الاختلافات في طرق التواصل ما بين البني ادمين وما بين الحيوانات. هنشوفها دلوقتي ازاي. طبعا احنا عارفين ان بعض اخواتنا من السم والبكم اللي هم ما بيعرفوش يتكلموا او ما بيسمعوش بيستخدموا حاجة اسمها ايه؟ لغة الاشارة. ان هم بيعملوا اشارات بايديهم باستخدام صوابعهم. يعني بدل ما يكتبوا مثلا بابا به الف به الف لا بيعملوا حركة بصوابعهم بتمثل حرف الب وبعدين الالف وبعدين الب وبعدين الالف فبتبقى بابا. اوكي؟ او بيعملوا اشارات تانية بان هم بيحطوا مثلا ايديهم فوق راسهم او على وشهم وده معناه حرف تاني او كلمة تانية. اوكي؟ اذا هم بيستخدموا ايه؟ لغة الاشارة. تمام؟ هنشوف دلوقتي مع بعض جدول قدامنا. The following figure shows some different types of communication in humans, animals and both. لو بصينا كده هنلاقي في عمود مكتوب عليه كلمة humans وتحتيها بعض الكلمات وبعدين في animals وتحتيها كلمة واحدة وفي both الاتنين مع بعض. اذا في حاجات بيستخدموها فقط الانسان او البشر بيستخدمها اللي هو humans وفي حاجة بيستخدمها فقط الحيوان وفي حاجات تانية بيستخدموها هما الاتنين مع بعض. تعالوا نبص كده ونشوف هما ايه. يعني بالنسبة للريدينج الرايتينج الواتشينج تي في السيلفون او الكترونيك ريدر ديفايس اللي هو الاي ريدر دي كلها حاجات مين اللي بيقدر يستخدمها فقط الهيومنز. هل شفتوا حيوان بيتكلم او بيكتب اوكي او بيتفرج على التلفزيون ويسمع الاخبار او يسمع المذيعة بتقول ايه او بيستعمل موبايل او ان اي ريدر اللي هو الالكترونيك ريدر ديفايس؟ لا يبقى دي حاجات خاصة فقط بالايه بالهيومنز. طب بالنسبة للانيمالز الانيمالز بيعمل حاجة احنا ما بنقدرش نعملها اللي هي الايكو لوكيشن. احنا مش ممكن نصدر صوت يقوم رايح مثلا مصطدم بحائط وبعدين يرجع عشان اعرف احدد مكان الحائط. صح؟ لان احنا بنعتمد على الفيجن. طب لو في الضلمة بنعرف نعمل ايكولوكيشن؟ لا طبعا. اوكي؟ يبقى هذه الخاصية الايكولوكيشن مين اللي بيستعمله الطريقة دي السيستم ده؟ الانيمالز اونلي. اوكي؟ طب في حاجات تانية بقى ما بيننا مشتركة زي الايه؟ الهاي بيتشد ساوند. يعني ايه هاي بيتشد ساوند؟ يعني صوت عالي النبرة زي لما حد بيزعق بيبقى صوته نبرته عالية ده معناه زعيق معناه غضب. مظبوط؟ طب ايه تاني؟ displaying light ممكن نعمل حاجات بالضوء. وايه تاني؟ movements نعمل اشارات. مظبوط؟ يبقى اي اشارة من اللي احنا بنعملها بايدينا برضو دي بتبين او بتبعت رسالة زي ما قلت لما انت عايز تنادي حد بعيد كده وتقول له تعالى بسرعة
بتقول ما بتقوم محرك ايدك كده وبسرعه ورا بعض ورا بعض، يبقى يعرف ان انت عايزه ايه، في حاجه مستعجله فيجي جري. مظبوط. يبقى زي ما قلنا الهيومنز بتستخدم او ليها تايبس معينه من الكوميونيكيشن هي بس لوحدها اللي بتستعملها، زي الريدنج، رايتنج، واتشنج تي في، السيل فون، ان الكترونيك ريدر ديفايس اللي هي الاي ريدر. وفي other type of communication which is used only by animals like a like echolocation. وفي حاجات used both by both humans and animals like high pitched sound, displaying light with movements. الحيوان برضو ممكن يعمل حركات، وشفنا الإضاءة دي زي الفايرفلاي لايت والهاي بيتش ساوند في حيوانات، هنشوفها بعدين ازاي بتبقى لها او بتصدر اصوات ذات نبرة عالية. هناخد اخر حاجة check your understanding, choose the correct answer. Both humans and animals can use all the following types of communication except بيقول ان الحيوانات والبني ادمين بيقدروا يستخدموا كل اللي جاي ده اللي هيقولوه ما عدا. طيب هل الساوندز بنستخدمه احنا الاثنين؟ ايوه، ما احنا قلنا هاي بيتش ساوند، لايتس يس ديسبلايسينج لايت، موفمنتس يس بوث، احنا الاثنين بوث هيومنز اند انيمالز كان يوز موفمنتس. سيل فونز، هل الحيوانات ممكن تستخدم السيل فونز؟ ممكن تستخدم الموبايل؟ لا، يبقى ايه؟ هنختار دي سيل فونز. نمبر 2، نقط is considered a type of communication used by animals only. مين من الحاجات الأربعة اللي هيقولها دلوقتي الحيوانات فقط اللي بتستخدمها؟ تعالوا نشوف. رايتنج؟ أكيد لا. Echolocation؟ Yes. مديني ايه تاني؟ Reading؟ لا، دي خاصة بالhumans فقط. Cell phone؟ بالhuman فقط. يبقى writing و reading و cell phone دول التلاتة are types of communication used only by humans. أما بالنسبة للecolocation this is a type of communication used only by animals. تمام؟ بكده خلصنا الدرس الشيق ده. افتكر الدرس بتاع النهارده كان لذيذ، يا رب تكونوا فهمتوه وتذاكروه اول باول. اشوفكم على خير يا حبايبي باذن الله في الفيديو اللي جاي. باي باي.